شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذه الليلة يدور حول الثبات، ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع ضمن فصلين. الفصل الأول: ثبات الفرد. والفصل الثاني: ثبات الأمة. مقدمة قصيرة: كثير من الأفراد يظنون أن الناجحين في الحياة كانوا أفرادا استثنائيين، كانت لهم قدرات استثنائية، ذاتهم تختلف عن ذوات الآخرين، المواهب التي امتلكوها كانت تختلف عن المواهب التي امتلكها الآخرون. طبعا كلامنا في هذا الحديث يدور حول العظماء طبيعيين،
لا الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أولئك لهم حديث آخر ولهم بحث آخر. هذه النظرة إلى الناجحين تنعكس سلبيا على نظرة الفرد إلى نفسه. الفرد عندما يرى أنه لا يملك قدرات استثنائية يشعر بالضعف ويشعر بالإحباط ويشعر، وهذا أمر خطير، بالهزيمة الداخلية. الهزيمة الداخلية أمر خطير جدا، لأنه الفرد إنما يتحرك بروحيته، الروحية هي المحرك، المعنوية الرفيعة هي المحرك. إذا فرد فقد المعنوية وفقد الروحية وأخذ يشعر بالهزيمة الداخلية، الله تعالى يقول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. مع الأسف أغلب الأفراد الذين نراهم يعانون من هذه الهزيمة الداخلية والانهيار الداخلي. إن تضم هذين الأمرين أحدهما إلى الآخر وشكلوا قياسا منطقيا أو شبه قياس منطقي، أنا لا أملك قدرات استثنائية، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الناجحون يمتلكون قدرات استثنائية. هذا قياس من يا شكل، قياس منطقي من الشكل الثاني، حيث يكون الحد الأوسط محمولا في كل من الصغرى والكبرى. شرائط القياس المنطقي أيضا مجتمعة: اختلاف القضيتين في السلب والإيجاب وكلية الكبرى، أنا أو اجعلوها في دائرة عامة، الأفراد العاديون لا يملكون قدرات استثنائية، والناجحون في الحياة يملكون قدرات استثنائية. احذفوا الحد الأوسط واجعلوا الأصغر موضوعا في النتيجة والحد الأكبر محمولا في النتيجة. ما هي النتيجة؟ فإذن أنا لا يمكن أن أكون ناجحا في الحياة، أو أنا لست ناجحا في الحياة. هذه هي النظرة الواقعية التي يحملها أغلب الأفراد، دققوا في المجتمع،
أغلب الأفراد يحملون هذه النفسية وهذه الروحية. ولذلك ينطبق عليهم بشكل دقيق قول الله سبحانه وتعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. أفراد ما عندهم معنوية، ما عندهم روحية، ما عندهم أمل، ما عندهم طموح، ما عندهم تطلع، ما عندهم انطلاق. هذه الهزيمة الداخلية تنعكس في شكل هزيمة خارجية. ولذلك تشوفون أغلب الأفراد لا لون لهم ولا طعم لهم ولا أثر وجودي لهم. أثر وجودي ما عندهم، عندما موجود ما إلى أثر، وعندما يذهب لا يحدث هنالك شيء، ولا يحدث هنالك فراغ، ولا تحدث هنالك ثلمة. ما كان له أثر وما كان له دور في هذه الحياة. إحنا يجب أن نتساءل: هل الناجحون في الحياة كانوا أفراداً استثنائيين في قدراتهم البدنية، في قدراتهم العقلية، في قدراتهم الروحية؟ التجار الناجحون أفراد استثنائيون؟ الفقهاء الناجحون أفراد استثنائيون؟ المدراء الناجحون أفراد استثنائيون؟ النحويون الناجحون، السياسيون الناجحون أفراد استثنائيون؟ الشيء الذي يبدو لنا أن الذي يميز غالب الأفراد الناجحين عن الفاشلين في الحياة صفتان: الصفة الأولى الصورة الذهنية التي يحملها الناجحون والفاشلون عن أنفسهم. أكو هنالك كلمة جدا لطيفة تقول: قل ماذا تفكر أقل لك من أنت. نظام القناعات أو القناعات، شنو قناعتك؟ نمط قناعات الناجحين حول أنفسهم ونمط قناعات الفاشلين حول أنفسهم تختلف. ونظام القناعات قضية مهمة جدا في تقرير المسير وفي تقرير المصير، بل في تقرير كل خطوة جزئية من خطواتنا. لذلك بين قوسين أذكر يقولون: إحدى الأشياء الخطيرة جدا تحطيم نفسية الطفل في العائلة. طبعا هذا ينسحب على كل أفراد المجتمع. الأم عندما تقول لابنها أو بنتها: أنت أي شيء ما تفتهم، أنت ما يمكن توصل إلى أي مكان،
هذه الكلمات المتداولة عندنا مع الأسف في عوائلنا، في بيوتنا، في مجتمعنا. تدرون هاي الكلمة تروح 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 إلى عقله الباطن. يمكن لا يشعر بها شعور واضح، لكن كلمة أنت فاشل اللي تلقاها من أبيه أو من أمه، هاي موجودة في أعماقه، في كمونه. كل خطوة هذه كلمة أنت فاشل تأثر عليه. هذه الحالة الموجودة في المجتمع مع الأسف، تحطيم الروحية، تحقير الآخرين، كلش خطير. تحقير مو كلمة وتنتهي، تحقير هذه تتحول إلى جزء من مكونات العقل الباطن. الله تعالى يقول ولا تنابزوا بالألقاب، لا تطلقون على فد واحد لقب سيء. هذا مو فقط يعبر عن رذيلة أخلاقية، هذا يحول الفرد إلى فرد فاشل في الحياة. الأفراد غالبا روحياتهم ضعيفة تحطمهم الكلمة، بعكس هنالك بعض الأفراد اللي عندهم طبيعة التشويق وطبيعة التحريض وطبيعة الدفع وطبيعة الحث. الله تعالى يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين في تلك الآية، تحريض حث. عندما تقول للطفل أنت الأعلى يجب أن تكون الأعلى، هذا يدخل في نظام قناعاته وفي كيان النفس والروحي، في حياته دائما يتصرف بمنطق أنه الأعلى، العلو المعنوي مو بمعنى الاستكبار، وأنتم الأعلى. هذا هو الشيء الأول الذي يميز الناجحين عن الفاشلين، الصورة الذهنية، نظام القناعات. الشيء الثاني، هذان جناحان يطير بهما الفرد، يكمل أحدهما الآخر. الشيء الثاني الثبات والمواصلة، ألا يقف الفرد، ألا يتعب. حتى الأشياء البعيدة، الأشياء التي تبدو مستحيلة، واحد يتابع ويتابع. الأفراد الناجحون في الحياة عندهم صفة المتابعة والثبات. الأفراد يدخلون في أي مجال من المجالات باندفاع، ولكن شوية شوية هذه الحركة تضعف وتضعف إلى أن تنتهي إلى التوقف. طلاب العلوم الدينية من الذي ينجح فيه؟ الكثير يدخلون في هذا الميدان بعد عام، بعد عامين، ثلاثة أعوام، يمكن بعضهم يشعر بالضعف، الضعف النفسي. قد يكون عبقري أيضا، قد يكون نابغة، النوابغ أكثر عرضة لهذه الحالة فيتوقع. بينما ذلك الفرد حتى إذا كانت قدراته محدودة ومتواضعة، الذي يسير باستمرار
بالنتيجة يصل بإذن الله إلى الهدف. رجل عمره 30 كما تذكر كتب التاريخ، في 30 أو بعد 30 يفكر على أثر قضية بأن يكون طالبا من طلاب العلوم الدينية بعد 30. كيف يتمكن؟ يمكن؟ نعم يمكن. ذهب إلى شخص قال علمني، أنا أريد أتفقه في الدين. قال مضى عمرك، العمر قد مضى وما يفيدك، روح على شغل آخر. فألح عليه فعلمه مسألة واحدة، قال احفظ هذه المسألة من سطر واحد. راح إلى البيت وأخذ يكرر تلك الجملة مئات المرات. في اليوم الثاني إجا الأستاذ قال ما هي المسألة؟ فذكر المسألة بالمقلوب، فضحك عليها التلاميذ. الأستاذ شوقه ونهر التلاميذ. هذا من 30 إلى 10 أعوام كان يطلب العلوم الدينية ولم يفتح عليها بشيء. 10 أعوام، هذه قضايا واحد يقولها إلى 40 حتى أصابه الملل والضجر وخرج إلى الصحراء وهو مهموم مغموم. شاف في الصحراء ماء، قطرات ماء تنزل من مكان عالي على صخرة، الماء جدا لطيف والصخرة قوية، ولكن هذه المواصلة والمتابعة رأى أن هذه قطرات الماء أحدثت حفرة في تلك الصخرة. فقال أما ترى الماء بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر، وينقل بنحو آخر أيضا، وقال قلبي مو أشد من هذه الصخرة، وعاد إلى المدينة بعد 40 أو في 40 وأكب على طلب العلم وأكب حتى تحول إلى واحد من كبار علماء عصره، اللي العلماء في عهده كانوا ينظرون إليه بالغبطة والإكبار. سكاكي، وعنده كتاب مفتاح العلوم يحتوي على 12 علم هذا الكتاب، وبعض كاتبين إنه لم يأت من زمانه إلى هذا الزمان من يضاهيه في قوته العلمية. بعض كاتبين، إذا هذه مبالغة، بعض المؤرخين كاتبين إذا مبالغة هذه، في الرعيل الأول هو،
هذا الرجل الذي لا يتمكن أن يحفظ مسألة واحدة من سطر واحد. لكن يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى مواصلة، يحتاج إلى تقيد. ذاكرين في أحوال أحد العلماء، لعله الشيخ أغا بوزرق الطهراني ينقل هذه القضية، يقول العالم الفلاني كان يدرس في النجف، خلال 13 عام لم يتخلف عن الدراسة ولا يوم واحد، إلا يوم واحد 13 عام. والسبب في ذلك أنه ذهب من النجف إلى بغداد لقضية، وكان محدد أن يعود إلى البحث، ولكن على أثر عارض ما تمكن أن يعود. 13 عام لم يتخلف ولا يوما واحدا. ذاكرين في أحوال أحد العلماء، لاحظوا الهمة ولاحظوا الروحية ولاحظوا النفسية، أنه كان هنالك كتاب يريد أن يحل مشكلاته العلمية. هو كان في شيراز ذلك العالم، عكف على الكتاب لحل مشكلاته العلمية ما تمكن، فسافر من شيراز إلى إصفهان وإلى قزوين حتى يرى علماء هاتين المدينتين لحل هذه المشكلات العلمية. لم يتمكن علماء إصفهان وعلماء قزوين أن يحلوا كل تلك المشكلات، فسمع إن هنالك عالما كبيرا في بغداد، بحر من العلم، يقال له نصير الدين الطوسي. هذا البحر من العلم، فسافر من قزوين إلى بغداد والتقى بنصير الدين الطوسي. قال أنا عندي مشكلات علمية في هذا الكتاب، أريد أن تحلها. وذاك لك الوقت نصير الدين الطوسي كان وزيرا أو رئيس الوزراء في بغداد. قال تعال إلى بيتي. راح إلى البيت وحل له جميع تلك المشكلات. نصير الدين الطوسي كان أعجوبة في حياته، في علمه، في تاريخه، في حركته. القضية تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى مواصلة، تحتاج إلى متابعة، تحتاج واحد ليتعب ويواصل الطريق إلى النهاية. الفصل الثاني ثبات الأمة. وبالذات عندما تكون هذه الأمة في منعطفات مصيرية، هذه الأمة تحتاج إلى ثبات. الله تعالى في هذه الآية التي تلوناها يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات له ضريبة، ولكن عدم الثبات ضريبته أكثر.
هذا التاريخ الذي نجده الآن مدين لثبات أولئك الأفراد الذين ثبتوا. إن تلاحظوا غزوة أحد، لولا ثبات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في غزوة أحد، وثبات المجموعة القليلة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله، المسلمون كلهم هربوا، لولا ثبات هؤلاء الأفراد القلائل الإسلام كله كان منتهي. هذه الدقائق حسمت مصير الأمة على مر التاريخ إلى يوم القيامة. أحيانا في حياة الأمم أيام أشهر تحسم المصير إلى النهاية. في هذه المنعطفات الأمة يجب أن تقف، المجموعة القليلة، الفئة القليلة يجب أن تقف. العجيب أنه بعد غزوة أحد، راجعوا التواريخ، المسلمون الذين ثبتوا خرجوا مثخنين بالجراح، وبالذات أمير المؤمنين صلوات الله عليه مثخن بالجراح، لأن أنتوا أفرضوا 10 أفراد مثلا، الأعداء يحيطون بهم من كل جانب. المعركة انتهت، المشركون ذهبوا وهزموا المسلمين في الظاهر هزيمة منكرة في منطقه. بعدين بعد ما راحوا أبو سفيان قال للجماعة إحنا ليش رجعنا؟ إحنا هؤلاء المسلمين أثخناهم بالجراح ولم نبق منهم إلا مجموعة قليلة شردناهم، إحنا كنا نقضي عليها، فلنرجع إليهم حتى نستأصلهم جميعا. فرجع أبو سفيان ورجع المشركون وهم منتصرون بحسب الظاهر في منطقه. النبي صلى الله عليه وآله بلغه هذا الخبر أنه المشركين دايجون، فجمع المسلمين وقال المسلمون مثخنون، يجب أن نهاجم هؤلاء قبل أن يهاجمونا، ولا يأتي معنا إلا من كان به جراحة، اللي هربوا من المعركة الذين لم تكن بهم جراحة خل يذهبوا ليجون ويانا، المجروحون يأتون معنا. الله تعالى يمجد هذا الموقف ويقدر هذا الموقف ويقول في سورة آل عمران الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، مثخنين بالجراح، ولكن النبي يقول لنهاجم الأعداء قبل أن يهاجمونا في عقر دارنا. ذهبوا وصلوا إلى منطقة يقال لها حمراء الأسد. أبو سفيان سمع أن النبي صلى الله عليه وآله وجماعة جايين ليهاجموهم، هذا يقال له في منطقة اليوم لعله الحرب الاستباقية، يعني هو دا يهاجمك أنت تهاجمه قبل ما يهاجمك في مقرك وفي دارك.
فدخل في قلوبهم رعب شديد. اللي يتبين أنه هؤلاء جاءوا يتبين جاءهم مدد أو كذا، فهربوا جميعا إلى مكة المشركون وأبو سفيان يتحامل على جراحه. إذا المسلمين في ذلك اليوم شوية ضعف كانوا يبدون، لم انتهى الإسلام ولم يكن يعبد الله سبحانه وتعالى فوق ظهر الأرض. أتباع أهل البيت على مر التاريخ إذا ما كانوا يثبتون، التشيع ما كان قد وصل إلينا. ابن أبي عمير هذا من أجلاء الرواة، هارون الرشيد أخذه وسجنه حتى يدله على أسماء الشيعة في العراق. قالوا لهارون إن هذا يعرف أسماء الشيعة في العراق، أتباع أهل البيت، فأخذه وصادر كل أمواله، لأن تاجر كان ابن أبي عمير، وسجنه على ما ببالي يمكن حوالي 18 عام كان في السجن ابن أبي عمير. وكانت هنالك خشبة للتعذيب، خشبة فيها مسامير ظاهرة، كانوا يعذبون السجناء بهذه الخشبة. ذاكرين أنه كانت الضربة الواحدة كافية لكي يغمى على السجين، ضربة واحدة، كثير من السجناء كان يغمى عليهم بضربة واحدة. احنا نسمع سجن وتعذيب، ولكن من لم يدخل السجون وما ذاق التعذيب لا يمكن أن يفهم ما هو معنى السجن وما هو معنى التعذيب. فضربوه على فترات متناوبة 1000 خشبة من هذه الخشبات. ابن أبي عمير ما كان بشر، ما يتألم، ما عنده أعصاب، كاد أن يضعف في السجن تحت هذا التعذيب. وإذا بهاتف يقول له: اتق الله يا ابن أبي عمير. الهاتف كان صوت محمد ابن يونس ابن عبد الرحمن. في نقل اتق الله يا ابن أبي عمير، وفي نقل آخر: أذكر موقفك بين يدي الله فقويت روحيته وثبت. وخرج من السجن بعد تلك المدة الطويلة ولم يعترف بكلمة واحدة. إذا هذه المواقف ما كانت، إذا هذا الثبات ما كان، لانتهى مذهب أهل البيت ولانتهى خط أهل البيت من زمان بعيد. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. واحد يجب أن يتحامل على جراحه. لا يستسلم. هذا حتى في النواحي الشخصية، واحد في أشد حالات المرض يجب أن لا يستسلم، يجب أن يقاوم. واحد يجب أن تكون عنده روحية المقاومة. شايفين بعض الأفراد يطعنون في العمر، يستسلمون للمرض وللشيخوخة وللضعف، يوقع
يسقط بالبيت. وبعض الأفراد إلى اللحظة الأخيرة يقاوم المرض والضعف إلى اللحظة الأخيرة. هذه حالة مهمة، روحية المقاومة في الحياة. الوالد رحمه الله كان ينقل من قديم، يمكن قبل 30 عام، هذه القضية مجملها شبحها أنه واحد شاف رجل طاعن في العمر، لعله على ما ببالي أبو الأسود الدؤلي، شاخ وطعن في العمر وهو يذهب إلى العمل، قال له: أنت شيخ كبير، ليش تروح إلى العمل؟ أنت لازم تقعد في البيت. جاء فد واحد إلى الوالد رحمه الله فسأله الوالد أنه شنو تشتغل؟ قال: أنا متقاعد. فقال له الوالد: لا تقاعد في الإسلام، تقاعد ماكو، تاجر إلى اللحظة الأخيرة لازم يتاجر، عالم إلى اللحظة الأخيرة لازم يواصل العلم. المجدد الكبير صاحب ثورة التنباك، يقولون كان في لحظات الاحتضار وكان قد أغمض عينه، الحاضرون شكوا أنه هذا ميت أو حي، طالت هذه الحالة مو معلوم، ما يتنفس، نبض لا يدل على شيء، مثلا علائم الحياة مو موجودة فيه. فقالوا: حي ميت، شنو نعمل؟ ما وظيفتنا؟ ابن قال: أنا أعرف الحال، الحل أن نطرح عليه مسألة فقهية. فإجى قريب منه في أذنه أخذ يهمس أنه: ما رأيكم في المسألة الفقهية الكذائية؟ أظن أن المسألة أن الطعام المحترق أكله حلال لو حرام، مثل خبز محترق. فأخذت شفتا المجدد تتمتم في تلك اللحظات أنه هذا أي عنوان من العناوين الفقهية ينطبق عليه، إذا كذا فكذا وإذا كذا فكذا، حتى في لحظات الاحتضار ماكو تقاعد. قال له: لماذا تعمل؟ أنت لازم تستريح، الآن أيام راحتك، أقعد بالبيت. في قضية ذاك الرجل قال: أنا إذا أقعد في البيت حتى هذه الشات أو شبيه شات حيوان آخر بعبارة أخرى طبعاً تحتقرني، بعبارة ثانية واحد ما لازم يقعد في بيته، واحد يجب أن يكون مقاوم حتى إذا كان في أشد الحالات وأصعب الحالات، واحد ما لازم يستسلم. أكو بعض الأفراد يوقعون نفسهم، شايفين بعض الشياب؟ أنا شايف، بعد ما يطلع من البيت يقعد في بيته، عندما قعد في بيته انتهى، بعد ما يقدر يطلع، بعد عضلاته ما تتحرك، وتبدأ رحلة الضعف والانكماش. لازم إلى اللحظة الأخيرة يطلع، يتابع، يواصل. المؤلف إلى اللحظة الأخيرة لازم يكتب. أكو أحد المؤلفين كاتبين في أحواله
أنه توفي وهو يكتب من المؤلفين المعروفين في شيخوخته، فعندما رفعوه عن كتابته أو كذا شافوا آخر كلمة كتبها كلمة علي، هاي آخر كلمة، وتوقف القلم إلى آخر لحظة لازم يألف، الخطيب إلى آخر لحظة لازم يخطب، الطالب إلى آخر لحظة يجب أن يطلب العلم. واحد يجب أن ينهض نفسه، يأخذ نفسه. صاحب المشاريع إلى آخر لحظة يجب أن يواصل مشروعه وتأسيسه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وبالذات في هذا العصر اللي نعيش التحديات الكبرى، واذكروا الله كثيرا، مقوم الثبات ذكر الله تعالى. هؤلاء الذين في حالة التعذيب يقاومون، التعذيب شيء لا يتصور. انتوا شوفوا المعذبين شلون يتمكن يقاوم. هؤلاء الذين قاوموا في سجون صدام، شلون قاوموا؟ شلون قاوموا؟ أنواع التعذيب التي يراها الإنسان حقيقة أقوى إرادة تضعف أمامها، ولكن ذكر الله سبحانه، الارتباط بالله، الاتصال بالله. كان واحد من المعذبين عذبوه في أحد البلاد، إحدى البلاد، تعذيبات جدا مشكلة وصعبة، ومنها الإحراق بالنار. الإحراق بالنار من أصعب التعذيبات إن لم يكن أصعبها على الإطلاق. بعدين واحد كان قايل له أنه كيف لم تعترف؟ شلون حفظت نفسك؟ قال ذكر الله تعالى، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نحن يجب أن يكون منهجنا في الحياة كأفراد وكأمة منهج الثبات، ومنهج المواصلة، ومنهج المتابعة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هاي الاستقامة جدا مهمة في كل أبعاد الحياة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لعل المراد في لحظات الاحتضار، ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلاً وافتح من الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي، بين الظلام وبين نور.